بسم الله الرحمن الرحيم، معكم هاني حسين من hanihsain.com، واهلا وسهلا فيكم في هاي السلسله الجديده في قناتي على اليوتيوب. السلسله اللي بتتكلم عن الاستثمار، ايوه هاي السلسله ان شاء الله رب العالمين حتعرف فيها طريقتك الصح ومراحلك اللي لازم تمشيها عشان توصل لاستثمار مضمون. نعم مضمون فعليا، انا بضمن لك انه استثمارك حيكون صح لو مشيت بالضبط الخطوات اللي هتكلم عنها في هذه السلسله ان شاء الله. هاي السلسلة هتكون قصيرة مش هتكون طويلة، تمام؟ وهذا الفيديو الأول، يلا نبدأ. طيب يا جماعة قبل ما نبدأ، شوفوا القناة تبعت اليوتيوب، إذا أنتم ملاحظين أنا بدأت أهتم فيها كويس صح؟ يعني بدأت أحط فيها فيديوهات، بدأت أفكر أعملها ماركتينج أكتر، فأنا ناوي فعلا أخليها القناة الرسمية اللي بحط فيها المحتوى تبعي، لأنه أنا أسهل لي أعمل فيديوهات بصراحة، تمام؟ وبالتالي هاي السلسلة أنا عامل مسابقة، الهدف منها إنه أزيد التفاعل شوي على القناة، أزيد التعليقات، أزيد اللايكات، أنتوا عارفين يعني، عشان اليوتيوب يبدأ يشوف إنه قناتي فعلاً بتكبر ويبدأ يعملها ويعرضها لناس تانيين، وأنتوا عارفين الباقي يعني صح؟ فالمسابقة بهاي السلسلة عبارة عن إنه أنت تعمل ثلاث أشياء شروط، لو كانت موجودة وأنت عاملها في كل فيديوهات السلسلة اللي عددها 4، مش هتكون كتير فيديوهات، إذن أنت بتكون تستحق الدخول في المسابقة أو تستحق أنه ممكن تأخذ الجائزة. أوكي؟ طيب إيش هاي الشروط؟ أولاً أنه أنت تكون مشترك في القناة، طبيعي أكيد يعني من الطبيعي أنك تكون مشترك في القناة. ثانياً تكون عامل لايك لكل فيديوهات هاي السلسلة، للأربع فيديوهات. ثالثاً إنك تكتب تعليق في كل فيديوهات السلسلة، ومش أي تعليق، تعليق يكون مفيد للغير، يعني أنا بحب جداً يكون الناس تتعود إنه دايماً تحكي معلومة مفيدة، فعلشان أنت فعلاً أختار واحد يكون ماخذ هاي الثلاث شروط، أكتب تعليق مفيد مناسب لمحتوى الفيديو اللي بتكتب التعليق عليه، مناسب عشان أتأكد إنك شفت الفيديو. بس هدول الثلاث شروط لو أنت عملتهم في آخر فيديو في هاي السلسلة هختار واحد وأعطيه $500 إن شاء الله رب العالمين كمكافأة له في إنه ساعدني في تحسين نتائج هاي القناة. اتفقنا؟ يلا نبدأ؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ بأول فيديو. تمام، الدرس الأول بدنا نتكلم عن صفة رئيسية جداً وملاصقة للمال. طبعاً عشان تعرف تستثمر المال أنت لازم تفهمه صح؟ وخصوصاً تفهم هاي الصفة الرئيسية الملاصقة جداً للمال. لما أحكي ملاصقة يعني قصدي إنه هي مستحيل تبعد عن المال، دايماً موجودة في المال. هاي الصفة هي إنه المال يصرف، المال مصروف، المال يتم صرفه. مش عارف ليش إشي بديهي بس كتير من الناس ما بياخدوا بالهم منه، إنه المال يصرف هو صفته الرئيسية، إنه مصروف، المال فلوس مصروف. حتى في جملة حلوة جدا أنا بحبها، بيقول لك إنه if you use it you lose it، هو هيك المال. أيوة المال طالما موجود معك حتخسره، حيصرف. المال يتم صرفه، سواء حطيته في البنك حتقل قيمته فيتم صرفه، حطيته بعلبة وحطيته تحت التخت عندك حيصرف، اشتريت فيه أي إشي حيصرف. المال صفته الرئيسية إنه يصرف، وهذا مش بإرادتي ولا بإرادتك، غصب عنا لازم المال يصرف. المال موجود كصفة أساسية في الدنيا علشان يصرف، ومع ذلك ناس كتير ما بتاخد بالها من هالموضوع اللي هو إنه أنا سواء راضي أو مش راضي المال اللي معاي يتم صرفه يوميا صح؟ طيب لو جينا هلأ بالمنطق فكرنا، ماشي يا هاني، المال يصرف على ماذا؟ طبعا على ملايين الأشياء، بس أنا بدي نطلع لفوق أنا وإنت ونتطلع من فوق هيك ونشوف، هنلاقي إنه يصرف على أمرين لا ثالث لهما بصراحة. الأمر الأول هو إنه المال يتم صرفه على أشياء، مصاريف، هاي المصاريف ليس لها أي احتمال إنه ترجع لك فلوس أكتر، هاي مصاريف بلا عائدات. والنوع الثاني اللي هو فيه أشياء بنصرف عليها فلوس
في احتمال انها ترجع لك فلوس، هاي اسمها مصاريف بعائدات. تمام، هدول هم من نوعين اللي ما فيش لهم ثالث، يا اما فلوسنا بتروح بمصاريف ليس لها عائدات، استحالة انه ترجع لنا فلوس، او بتروح فلوسنا لاشياء، هاي الاشياء في امكانية واحتمال متفاوت طبعا بانه ترجع لنا فلوس. من المهم جدا انه نلاحظ انه هدول النوعين فيهم عناصر مهمة جدا لازم ندير بالنا عليهم. اول عنصر هو انه مفيش ثبات للنوع، يعني ممكن جدا تلاقي شيء بالنسبة لك هو شيء مصروف بلا عائدات، وعند شخص آخر هو مصروف بعائدات. أيوة، مثل الأكل، الأكل، مدرب كمال الأجسام، الفتنس موديل، الأكل بالنسبة له مصروف بعائدات، الأكل لازم يهتم فيه ويصرف عليه لأنه حيجيب له فلوس. بينما مثلي ومثلك والناس العاديين لا، الأكل مصروف بدون عائدات. أيوة أوكي، على المدى الفكري الواسع أنا فاهم إنه لولا الأكل أنت مش هتعيش، أوكي أوكي أوكي، بس إحنا بنتكلم بشكل منطقي الآن، بشكل مالي. تمام، الشكل المالي بيقول إنه أنا لما آكل ما بيجيني فلوس، ما يبقى هذا الأمر لا يساعدني إني أنا أجيب فلوس، صح؟ ممكن بيساعدني زي ما حكيت لكم على مستوى عميق جدا من التفكير، أيوة الأكل بيخليني أعيش، فأنا عندي طاقة فبشتغل، أوكي، بس أنا ما بدي كل اللايرز هاي، أنا بدي شكل مباشر من غير ما تكون في أي لايرز تخليك تشغل عواطفك وتخليك تعمل حجج وأعذار. تمام؟ بدي أنا دايركت. فلو فكرنا فيها، أيوة الأكل بالنسبة لناس ممكن يكون فعلا مصروف بعائدات، وبالنسبة لناس تانيين مصروف بلا عائدات، زي مثلا السيارة، تروح تصرف وتجيب سيارة، السيارة بالنسبة إليك بلا عائدات، هو مصروف بلا عائدات. طيب لو واحد تاني شغلها تاكسي أو شغلها أوبر، أيوة الآن أصبحت مصروف في احتمالية يجيب لك عائدات، شايفين؟ فبدي تفكر في الموضوع إنه مش إشي ثابت، هي أشياء تختلف هاي المصاريف على حسب استخدامك إلها. تمام؟ فهذا أول عنصر، مفيش ثبوت للنوع من النوعين الاثنين، أنت اللي بتتحكم هل هو مصروف بعائدات أو مصروف بدون عائدات. طيب الإشي الثاني أو العنصر الثاني المهم، إنه نسب العائدات بتختلف، مش ثابتة أيضا، بتختلف. ممكن في إشي يكون احتمالية نرجع لك المال 1000%، وإشي احتمالية ترجع لك المال 2%، شايفين؟ فطبعا أكيد من الذكاء إنه نطلع على الأول وما نطلع على الثاني، صح؟ طيب تعالوا نفكر أكتر وندخل أعمق. يعني يا هاني، طالما المال يصرف يصرف، وطالما ما فيش إلا نوعين، إذن من الذكاء، صح؟ من الذكاء إنك لما تصرف تحاول تصرف نسبة كبيرة من فلوسك في الأمور اللي فيها احتمال ترجع لك عائدات، صح؟ والعكس صحيح، من الغباء إنه نصرف 100% من فلوسنا على أمور مستحيل تجيب لي عائدات، صح؟ منطق جدا. بل بالعكس، لو في شخص فعلا له سنوات معوش فلوس، إذا أكيد بيصرف على أشياء ليس فيها احتمالية ترجع له فلوس، منطق. فهو بالتالي بيصرف من غير ما يأخذ، بيصرف من غير ما يأخذ. فالآن لو جينا فكرنا بهالموضوع كالتالي، الواجب تبعك في هذا الفيديو هو إنك تراجع نفسك. أيوة، ارجع شهرين ثلاث، أو لو أنت ما بتعرف اعمل تتبع للشهرين القادمين وشوف وين فلوسك بتروح، وين المال تبعك بروح. استخدم هاي الصفة، شوف هاي الصفة عندك وين بتروح. المال لما يصرف أكيد حيصرف، وين بروح؟ وين بروح؟ اكتب، سجل عندك، اكتب والله 50% إيجار بيت، والله 20% دخان، 10% مواصلات، 5% كذا، 6% كذا،
2% كتاب. اكتب اكتب كل النسب اللي عندك. لو انت بتتبع المفروض تعرفهم، لو انت تتذكر كل مصاريفك، لو حياتك بسيطة لدرجة انه انا يهاني متذكر مصاريفي، اكتب اكتب النسب، حط لي 100% وقول لي فلوسك وين بتروح، اكتبهم. لو ما بتعرف وحياتك شوية كومبلكس اكتر، ماشي اعمل تتبع الشهر القادم، اعرف بالضبط من لما تستلم الراتب او دخلك اللي بيوصلك لحد اخر الشهر، لحد ما يجي الفترة التالية لدخلك، وين راحت فلوسك. هتلاحظ من غير ما تزعل انه اغلب الناس فعليا فعليا فوق 95% من مصروفهم اللي هو لازم يصرف زي ما اتفقنا، بيروح على اشياء ما فيهاش عائدات. ايوه، حتى لو انت بتفكر بتقول انا يعني بحوش نص الفلوس، ما هو تحويشك وضع فلوسك في مكان او في بنك، هذا هو نفسه مصروف بلا عائدات، لانه مستحيل يجيب لك فلوس اكتر. مستحيل تفتح المخدة ولا تفتح الكرتون اللي حط فيها فلوسك وتلاقي فلوس اكتر، مستحيل. مستحيل تروح على البنك تلاقي فلوس اكتر، مستحيل. حتى لو كانت اكتر بالورق، قيمتها حتكون اقل بسبب وجود التضخم. فانت بهذا الواجب حتعرف وتقتنع بهاي الصفة الخطيرة، انه ايوه انا علشان استثمر مالي لازم احط فلوسي في اشياء، هاي الاشياء فيها احتمال تجيب لي عائدات مالية اكبر من اللي انا صرفتها. بس هذا الفيديو الاول البسيط، ما بدي اكتر عليك اكتر. هو الفيديو هيك، هو الفكرة انك تفهم هاي الصفة، تراجع نفسك فيها، تعرف فلوسك وين بتروح، علشان الفيديوهات القادمة تعرف بالضبط وين تحط فلوسك بالترتيب الصحيح اللي حيضمن لك انه دائما تكبر. يلا السلام عليكم، كان معكم انا حسين، ونلتقي ان شاء الله في فيديو تاني. ما تنسى تعمل شروط المسابقة، اوكي؟ 3 شروط: لايك، سبسكرايب، وتكتب كومنت مفيد للناس التانيين. سلام عليكم.